السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. في الحقيقة باش نعمل الفيديو هذه باش نتكلم عن إسرائيل. علاش؟ على خاطر ياسر من الإخوة راسلوني سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب وطلبوا مني أني نتكلم على الأحداث اللي توقع في إسرائيل وخاصة المسلمين منهم. قالوا لي ديما أنت تنقد في الإسلام وديما تتهم في الإسلام بالإجرام وبالإرهاب، ووقتها إسرائيل تتعدى على الفلسطينيين وعلى المسلمين، نشوفك ما تتكلمش وما تقول حتى شيء. أنا باش نجاوبهم علاش أنا منحبش نحكي على القضية الفلسطينية الإسرائيلية. أولا بالنسبة لي ما هيش أولوية، بالنسبة لي شخصيا ما هيش أولوية. احنا عنا مشاكل عنا في الدول بتاعنا أهم من هذه القضية. ثانيا هذه القضية من اللي تولدت وأنا نسمع بها، يعني راسي تنفخ بها وعمرها ما هي باش تتحل مادام فما أديان، مادام فما أفكار عنصرية تحكم الدول اللي موجودة حول إسرائيل أو حتى إسرائيل بحد ذاتها، رغم أن إسرائيل تعتبر متطورة ألف مرة أكثر من الدول العربية الإسلامية اللي حولها. إذا بالنسبة لي هذه القضية ما هيش باش تتحل حتى تقوم دول تحترم الإنسان وتعترف بحق الآخر ولا تقوم على أسس دينية، وإنما تقوم على أسس المواطنة وعلى أسس الإنسان. هذه الحاجة الثانية اللي حبيت أقولها. الحاجة الثالثة، أنا لاحظت القضية هذه الإسرائيلية الفلسطينية هي عبارة على شماعة. عندما نحبوا نطيحوا قيمة واحد في الدول العربية الإسلامية نتهموه إنه موالي لإسرائيل، وعندما شخص أو حزب يريد أن يكسب شعبية يدافع عن القضية الفلسطينية. أما في أوروبا والغرب وقت نحب نكسر واحد سياسيا أو اجتماعيا نتهموه بأنه ضد السامية في أول كلمة يعادي فيها إسرائيل، ويمكن أن نتهموه أنه موالي للإرهاب عندما يوالي الفلسطينيين. إذن هذه الأمور نعرفوها، وهذه الشماعة اللي جيتنا من القرن العشرين ومازالت متواصلة في القرن الواحد وعشرين ما هيش بشتوفة. حتى الشعوب متاعنا، نحكي على الشعوب متاعنا العربية الإسلامية، تفهم أن مواجهة إسرائيل ليس بالفوشيك وليس بالصواريخ الفارغة، وإنما بالعمل والبناء وتكوين دول محترمة تقوم على الإنسان وعلى القوانين الدولية المعترف بها. إذن هذه المسألة واضحة، مادام ما نسعاوش من أجل هذه الأمور راهي إسرائيل باش تبقى ديما تعمل فينا اللي تحب هي، شيء طبيعي. هي تستعمل السلاح متاعها باش تدافع عن المواطنين متاعها، الفلسطينيين يستعملوا المواطنين متاعهم باش يدافعوا على السلاح متاعهم. هذا هو الفرق. الإنسان في إسرائيل عنده قيمة وقت يتفجع ولا وقت يتجرح، بينما في فلسطين الإنسان ليس له أي قيمة. هذا بصفة عامة. وأخيرا ملاحظة ما لاحظتها أنا، كل ما توقع مشكلة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكيد فما حاجة تتحضر. شنية الحاجة؟ ما نجمش نعرف، أما نعرف اللي أي مشكلة توقع من بيناتهم لكي توجيه الإعلام نحوهم من وراها باش توقع مصيبة، وهذا تنجموا تلاحظوه وحدكم. إذا هذا بصفة عامة علاش أنا ما حبيتش نعمل فيديو على إسرائيل وفلسطين، رغم اللي ياسر منهم يبعث لي في تصاور وفيديوهات ويقول لي شوف القتلى وشوف الجرحى وشوف الولاد الصغار مقسومين في زوز. شيء طبيعي، هذه قنابل. إسرائيل ما يشترمي في فوشيك كما توما ترميو، توما ترميو في فوشيك حكايته فارغة ما يعمل حد شيء، بينما هي ترمي في قنابل
وانتوما ترميو في الفوشيك متاعك من المناطق السكنية، من المستشفيات، من المناطق اللي فيها عباد، وهي بالطبيعة باش ترجع على المناطق هذيك وباش تطيح قنابل، وعندما تطيح قنابل على ولاد صغار ولا حتى على عباد كبار باش تكسرهم وباش تقسمهم في زوز. إذا شيء طبيعي توريو فيها في التصاور هذوكما راهو هذاك الحرب، والحرب معروفة، أي إنسان ينجم يصور هذيك الصور ومعناتها باش يوري بشاعة الآخرة، ما هذيك أمور معروفة. علاش ما تغزروش للبشايع الموجودة في سوريا وفي العراق؟ هذيك نسيتوها بالآلاف بالآلاف بالمئة بالعشرات الآلاف وما تتكلموش عليها. تتكلموا كان على حكاية اللي انتوما تحبوا توجهوها لمصلحتكم. إذا الآن عندما ما نتكلمش على القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ليس لأني أؤيد إسرائيل أو أني ضد فلسطين، لا، لأن المعركة بالنسبة لي أنا معركة، هي معركة ثقافية ومعركة فهمت حضارية. كان نحبوا نغلبوا إسرائيل أن نتطور ونطور شعوبنا ونوليو عباد محترمين يحترمنا العالم كما إسرائيل توا يحترمها العالم، مش بالقنابل اللي تبعثوا فيهم وبالإرهاب وبالقتل وبالذبح، وهذاك هو اللي باش يخليكم تنتصروا على إسرائيل. راكم قاعدين تعملوا كان في الفوضى وتهلكوا في رواحكم وتهلكوا في العباد الآخرين وتعطلوا فهمت في الإنسانية وتعطلوا في رواحكم. علاش ما تعرفوا كان الفوضى؟ ما تعرفوش توا مثلا المنطقة اللي عندكم غزة ولا الضفة الغربية تمشيوا تبنيوها، تقدوا لها الكياسات بتاعها، تبنيوها وتعملوا ديار وتعملوا تجارة وتعملوا علاقات مع الدول العالم. يمشي يشوفوا، شوفوا دولكم كيفاش، شوف فلسطين وغزة اللي يجيها مليارات مليارات الفلوس تجيها، فهمت برا، شوفوها كيفاش، ومشيوا شوفوا إسرائيل. على كل حال، رغم ذاك الكل، أنا باش نحاول نطرح وجهة نظري بصفة عامة على القضية الإسرائيلية الفلسطينية. أول حاجة، فما قصتين، فما قصة تاريخية يعني ثبتها التاريخ تقريبا، وفما قصة أسطورية موجودة في الكتب الدينية سوى اليهودية أو الإسلامية. بالنسبة للقصة التاريخية، تقول إن فما قوم شعب اسمهم العبريون يعيشوا في منطقة الشرق الأوسط في جهة العراق وجهة سوريا، في جهة العراق خاصة، في جهة العراق. هذوما القوم هاجروا من العراق ومشاو نواحي الأردن وفلسطين وتكاثروا غاديكا، ومع الوقت استطاعوا أن يكونوا دولة هي دولة إسرائيل، وحكموها عدة ملوك. من بعد وقع انشقاق فيها وانقسمت إلى دولتين، ثم تم غزوها من طرف الأشوريين الفرس من بعد في تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد، ثم تم غزوها من طرف الرومان، ثم تم تشتيتهم في جميع بقاع العالم من شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. هذه معناتها الرواية التاريخية بصفة عامة. أما الرواية الدينية زاد نفس الشيء بصفة عامة، لا تبتعد عن هذه الفكرة إلا أنها تدخل فيها جانب القصة وجانب الأسطورة. تحكي القصة بكل اختصار إن فما واحد في جنوب العراق منطقة أور اسمه إبراهيم، نزل عليه الوحي والحلم اللي ربه وعده بأرض كنعان اللي هو ولولاده. وأرض كنعان هي كانت أرض فلسطين توا، وكان فيها معناتها عباد يعيشوا كل شيء. المهم هو قام في الشعب بتاعه بدا يقول لهم لازمكم تعبدوا الاله، الاله الاحد، وبدا معناتها يدعو للدعوه بتاعه. يا اخي القوم بتاعه معناتها ما صدقوهش ومعناتها وقفوا ضده، حتى انهم حاولوا باش يحرقوه وطردوه. يا اخي خرج هو والجماعه اللي امنوا بيه ومشى للارض اللي وعدوا فيها اله. وصل نواحي الأردن غاديكا، حسب الأسطورة قال لك عند ما عبر نهر الأردن ولا يتكلم عبرية، ما عادش يتكلم كنعانية ولا يتكلم عبرية، يعني هكاك فهمت، ربه ألهم اللغة العبرية. ومن هنا أطلق اسم العبريين، يعني هكايا معناتها الرواية والأسطورة تحكي كيفاش ظهر العبريين، بينما التاريخ يقول لك شعب كان يعيش غاديكا. هذاك علاش لازمكم تفرقوا من بين عبري ومن بين إسرائيلي، وطبعا فهمكم معناتها كيفاش شنو الفرق. العبري هما قوم، بينما البني إسرائيل جاوا من بعد، عطاو نحكيو فيها. المهم قال لك وتعبر نهر الأردن ولا يتكلم العبرية، ومن هناك جت العبرية.
وقت وصل الارض كنعان شيء طبيعي، ما مش باش يجيو يقولوا له هاي شد الارض خاطر ربك وعدك خذ الارض، لا يعني بقى يسرح بغنيمات مع جماعه من عائلته مع لوط وكل شيء. تعدى الزمان يا زمان، مشى لمدينه اسمها الخليلي تو مسميه باسمه، غادي كمات ولاده بداو يتكاثروا 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 حتى ولاو عددهم كبير ياسر. المهم هو وقتها قبل ما يموت جاب زوج ولاد، وليد اسمه اسماعيل اللي جاو منه ما يسمى بالعرب العاربه اللي بهزوا لمكه اللي امه هاجر، وجاب وليد اسمه اسحاق. هذا اسحاق كان المقرب اليه، وهذا اللي جاء منه وليد اسمه يعقوب. يعقوب هو اسرائيل، وبلاد يعقوب هما بني اسرائيل. اذا هوني تسميه بني اسرائيل بدات من يعقوب، وتسميه العبريين بدات من ابراهيم. هذا يعقوب فهمت رب اللي وعد ابراهيم باش يعطي الارض كنعان، عاود جدد له الوعد وقال له راهو الارض هذه لبني اسرائيل باش ياخذوها، وهو اعطاها لهم فهمت رغم اللي فيها سكانه. المهم هذا يعقوب جاب 12 وليد، وقتها ولو ياسر غاديك وكل شيء، وقعت مجاعة يا أخي. فما القصة تعرفوها متاع يوسف أحد أولاده اللي مشى لمصر عن طريق مع أخواته، حبوا يقتلوه وكل شيء، وبعد مشوا باعوه في مصر، وبعد ولا في مصر عنده شأن عظيم وكل شيء. يا أخي نتيجة هذه المجاعة جاب بني إسرائيل كل من منطقة الأردن ومنطقة سيناء، جابهم لمصر يعيشوا فيهم في مصر. تعدى يا زمان جاي يا زمان فهمت، الفراعنة ما عجبهمش اليهود، شدوا استعبدوهم خاطر شافوهم معناتها عباد ما يحبوش يدخلوا رواحهم ومنغلقين على انفسهم. المهم جاتوا استعمروهم، شدوهم واستعبدوهم حسب الرواية، رغم اللي في الآثار التاريخية ما فما حتى دليل ان الفراعنة استعبدوا اليهود بنو اسرائيل، خاطر توا ما عادش ما عندناش يهود، راهو توا ما عندناش يهود، بنو اسرائيل ما فماش في التاريخ دليل على انهم استعمروا بني اسرائيل فهمت. وبني اسرائيل مازالت يهوديه ما ظهرتش توا، عندنا العبريون اللي هو من ابراهيم، بعد عندنا بني اسرائيل هم ولاد يعقوب، ومازالت يهوديه ما ظهرتش. المهم قال لك استعبدوا بني اسرائيل مده 300 ولا 400 سنه حتى جاهم موسى اللي هوني بدات تظهر اليهوديه، يعني اليهوديه بدأت هو جاب باش يخلصهم ويخرجهم من أرض مصر نحو الوعد اللي وعدهم لهم ربهم اللي هو بلاد كنعان. المهم خرج بيهم شق بيهم البحر، وقال لك ضرب عصاها البحر وانشق وتعدى. المهم مشى بيهم لسيناء وقال لهم أيا ادخلوا للبلاد اللي وعدكم بها ربكم فهمت. وهنا القرآن يعترف أن أولاد إسحاق ويعقوب يعني بني إسرائيل هما اللي ربهم وعدهم بأرض كنعان فهمت. شو يقول القرآن هون؟ وقت موسى خرج من مصر ومشى بهم لسيناء قالهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. واضح الآية، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وترجعوا للتفسير تلقوا الوعد متاع هذا الإله لإبراهيم والإسحاق واليعقوب وتوا موسى باش بني اسرائيل هما تكون لهم هذه الارض بتاعهم فهمت، وهما يتصرفوا فيها كما يحبوا. ايش تقول بعد الايه؟ ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قال لهم يعني ادخلوا ما تخافوش، يعني ما يهمكمش. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. قالوا له يا موسى هذه فيها عبيد، ما عندنا اعتراف في القران اللي فما عبيد موجودين غاديكا فهمت، يعني فيها عباد يعني ساكنين والعباد هذوما صعاب فهمت. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا إذا داخلون. قالوا له معناتها كل بنش كل ربك أنت خرجهم هذوك، ما معناتها ندخلوا باش ندخلوا نعملوا العرك مع العباد. تعرف فيها عباد اللي كيما واحد مثلا جاي فهمت باش يدخل، نجي مثلا أنا نقول لك هذيك الدار بتاعك وأنت تمشي تدخلها تلقى فيها عباد، تقول كيفاش ندخل لها وهي فيها عباد. المهم يا اخي وقتها ما حبوش يدخلوا اتغشش عليهم هذا الاله نتاعهم وحلف عليهم 40 سنه ما يدخلوهاش، بقاو تايهين في سيناء هذه حسب الاسطوره. بعد 40 سنه جاب لهم معناتها هما بداوا يطلبوا في اله نتاعهم خلينا ندخلوا لها خلينا ندخلوا لها، يا اخي جاب لهم ملك اسمه داوود فهمت، حاربوا معاه
ودخلوا لها وغلب داود جالوت اللي هو الملك بتاع الكنعانيين في ذلك الوقت، وكونوا ما يسمى بدولة إسرائيل في المنطقة هذيك، فهمتوا؟ من بعد جاء ابن سليمان واللي هو بنى الهيكل بتاع سليمان، وتعرفوها القصة كيفاش، ولت عنده مملكة كبيرة هذيك جدا اللي هي دولة إسرائيل. من بعد مع الوقت شنو وقع؟ انها انقسمت الدولة إلى 10 قبائل، مخاطر يعقوب كان عنده 12 ولد، فهمت؟ وكل ولد يعني يتسمى قبيلة من قبائل بني إسرائيل. ال10 قبائل الفوقانيين ولو يحكموا في دولة وحدهم، واثنين من القبائل من ولاده ولو يحكموا في الجنوب، فهمت؟ وقع انقسام، ومن هوني كما التاريخ يقول هجموا عليهم الأشوريين واحتلوهم، وتم معناتها تعرفوا القصة معناتها كيفاش احتلوهم. ومن بعد عاودوا كونوا رواحهم وعاودوا جدوا دولتهم. ومن بعد تم تقريبا 70 سنة قبل المسيح احتلالهم من طرف الرومان، وتم تشتيتهم في كل بقاع العالم. هذه هي الرواية بصفة عامة اليهودية والإسلامية، فهمت؟ المشكل أن محمد وقتها جاء اعتبر ان اليهود خانوا الامانه، وان الوعد بتاع الاله بتاعهم اللي وعدهم باش يعطيهم ارض كنعان ما عادش صالح. علاش؟ على خاطر هما خونه وسقاط، هو اعطاهم الارض وهما خانوا الامانه وما تبعوش سيره ابراهيم وسيره موسى، فهمت؟ وتعداوا على عيسى وعملوا الاعمال، اذا ولوا من المغضوب عليهم. طيب القران يعترف اللي هو هذه الارض وعدها لهم ربهم. من بعد لكن فترة جينا رجعنا نقرأ الإسلام، نلقاه من بعد الرب هذا بتاع اليهود اللي هو رب المسلمين بدل الرأي بتاعه وأعطاه الوعد هذا للعرب، اللي جعلهم أمة وسطى، ومعناتها وجعل الرسول عليهم شهيد، وجعلهم هما خير أمة أخرجت للناس، ويعني ما عادش اليهود، فهمت؟ هنا المسلمين ولاو يطالبوا بالأرض الميعاد، على خاطر كانت صحيح ملك اليهود، أما توا ما عادش ملك اليهود. اليهود يقولوا نتاعنا ربي عطاها لنا، المسلمين يقولوا اي صحيح عطاها لكم، نستعرفوا بها اللي عطاها لكم، لكن توا ما عادش باش يعطيها لكم، باش يعطيها لنا لينا احنا. واحنا في المشكله هذيك من هذاك النهار، اليهود يقولوا نتاعنا والمسلمين يقولوا نتاعنا، على خاطر واحد مهبول عنده ما نعرفش قداش من 1000 سنه قال اللي هذيك ملك ولاد ابراهيم. ولاد اسحاق يقولوا هذيك نتاعنا، ولاد اسماعيل قالوا لا خذاها اسحاق، لكن من بعد هذا الاله بدل رايه على خاطر ولاد اسحاق خانوا الامانه. يعني فهمتوها يعني القصه بصفه عامه كيفاش. اذا هنا عرفنا العبريين عاد ابراهيم، بنو اسماعيل هو ولد يعقوب، اليهوديه ظهرت مع موسى، فهمت؟ اما الصهيونيه فهي حديثه، فهمت؟ في اخر القرن 19 ظهرت حركه داخل بني اسرائيل، بني اسرائيل تدعو للصهيونية. شنو هي الصهيونية بالضبط؟ العباد ما يفهموش شنو الصهيونية. الصهيونية هي حركة سياسية قومية. شو معناها حركة سياسية قومية؟ يعني حركة تعتمد على السياسة وتدعو إلى قومية إسرائيلية لبنو إسرائيل، فهمت؟ تكون لغتهم العبرية، فهمت؟ ومش مهم يكون يهودي ملحد لديني ربوبي، ما يهمهمش فيه، المهم يكون اسرائيلي. ما دام هو اسرائيلي هذه الدوله تحترف به. يعني هذين الحركه الصهيونيه هي تقريبا نفس مثلا الحركه القوميه اللي ظهرت في الدول العربيه. باش نرجع لكم عن الفكره كيفاش، في اخر القرن 19 هذه الجماعه الصهيونيه جاءوا من اجل ان يكون لبنو اسرائيل دوله، ليس لليهود. صحيح هما يعتمدوا، خاطر تشوفوا معناتها بني اسرائيل كلهم هما يهود، خاطر ديك الديانه نتاعهم، فهمت؟ يعتبروها نتاعهم خاصه، ولكن هما هذوما الحركه الصهيونيه تعتمد على كيما نقولوا احنا الشعب الاسرائيلي. وقتها بدات مشاو طلبوا، وقتها كانت الامبراطوريه العثمانيه طلبوا منهم باش يشريوا مناطق في المناطق، هما كان عندهم وجود راه في العهد الدوله العثمانيه كان عندهم وجود، موجودين غاديكا، وكيما المسيح عندهم وجود، وكلها كل عبد عنده وجود، يعني كل الاديان معناتها موجوده ممثله غاديك. المهم طلبوا من الامبراطوريه العثمانيه باش يشريوا اراضي ويكونوا دوله ليهم غاديك. يا اخي شيء طبيعي، ما رفض لهم الخليفه العثماني، لا هما هو شو اللي عملوا، مشاو عند كيما نقولوا احنا بريطانيا وعند الدول اللي كانت عندها معناتها تاثير في العالم وكل شيء، وطلبوا منها باش يكون عندهم دوله حتى هما.
وقتها بريطانيا كانت وأوروبا كانت تسعى لإسقاط ما يسمى الخلافة العثمانية، فتحالفت كما تحالفت مع آل سعود ومع الوهابيين على أن يكون لهم دولة عربية في الجزيرة العربية بعد سقوط الخلافة العثمانية، وعدوا بنو إسرائيل أن تكون لهم دولة حتى هما في المنطقة الفلسطينية هذيك منطقة إسرائيل. المهم تطورت الأمور، وقعت الحرب العالمية الأولى، سقطت الخلافة العثمانية، استولوا على العالم الإسلامي وقسموه كل شيء، تعرفوا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وكل شيء. المهم بريطانيا وفات بوعدها بالنسبة للسعودية أنها أعطتها الدولة نتاع منطقة الحجاز والسعودية، وبدأت تقسيم العالم اللي نعرفه فيه توا، ولكن لم يعطى للإسرائيليين دولة في منطقة فلسطين، وإنما جاتهم تسهيلات باش ينجموا يشريوا الأراضي، وبداوا يشريوا الأراضي من عند الفلسطينيين، وبداوا يتكاثروا يتكاثروا يتكاثروا، فهمت؟ المهم بعد المجازر اللي وقعت من بين الحرب العالمية الأولى والثانية، خاصة في الحرب العالمية الثانية في عهد ألمانيا ضد اليهود، عام 1948 تم إعلان دولة إسرائيلية في المنطقة هذيك. وقتها تم إعلان الدولة الإسرائيلية، وقعت حرب من بينهم بين العرب، مصر وسوريا وكل شيء، دام تقريبا عام وشوية. بعد لو انتهت هذيك الحرب، مش انتهت، هي توقفت، والعرب رفضوا أنهم يعترفوا بإسرائيل. في عام تقريبا بعد فترة طويلة ونقاشات وكل شيء، فما ياسر رؤساء منهم مثلا بورقيبة طلب لهم، قال لهم أنتم اعترفوا بدولة إسرائيل، وهاك عندكم دولة فلسطين، وكونوا زوز دول، ومعناتها اطلبوا، معناتها خذوا اللي عندكم واطلبوا من بعض بالباقي. يا اخي هما رفضوا وما حبوش يعترفوا باسرائيل. المهم اسرائيل بدات تقوى تقوى، عام 67 احتلت المناطق نتاع الضفه الغربيه وغزه، واستولت عليها باش تحمي وجودها، وبدات تقوى 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 حتى وصلت توا تقريبا كل اقوى من كل الدول العربيه تقريبا 10 مرات. اذا احنا كان باش نقعدوا نرجعوا للتاريخ، فهمت؟ مانيش باش نوفق، هذا باش يقول نتاعي وهذا باش يقول نتاعي، فهمت؟ راهو مانيش باش تحل المشكلة. أنا حسب رأيي توا لازم نحاول نحلوا المشكلة على حسب توا. توا عندنا دولة اسمها إسرائيل، وعندنا قطاع غزة، وعندنا الضفة الغربية، نجموا غاديك تكون دولة فلسطينية، وهالدولة هذه تكون دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطنة، وتبني روحها وتكون روحها وتطور روحها كما إسرائيل طورت روحها. تحبوا تنتصروا على إسرائيل، انتصروا بالخدمة بتاعكم، بالحرية، باحترام الناس ليكم، بحقوق الإنسان، بالبناء، بالتطور، بالعلم، بالحداثة، فهمت؟ بهذا تنجموا تنتصروا على إسرائيل، ليس بالحروب والإرهاب والتفجيرات وكل هذه الأنواع اللي تستعملوا فيها، راهي هذه ما تجيب حتى نتيجة. وجهة نظري أنا بالنسبة لي الآن اللي صار صار، ننساو الماضي ونفكروا في ولادنا ونفكروا في المستقبل ونفكروا في الولاد الفلسطينيين اللي باش يتولدوا والولاد الإسرائيليين اللي باش يتولدوا، باش العباد الكل يعيشوا في أمان مع احترام حقوق الإنسان. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم، وبسلام. احترام الناس ليكم، بحقوق الإنسان، بالبناء، بالتطور، بالعلم، بالحداثة، فهمت؟ بهذا تنجموا تنتصروا على إسرائيل، ليس فهمت؟